لنقاش آخر المستجدات حول تظاهرات وثورة تشرين. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. كيف يفسر إصرار الطلاب على حراكهم المساند لثورة تشرين على الرغم من قمع القوات الحكومية وميليشياتها لهم؟ يعني هي المسألة ليست في الطلاب، وإن كان الطلاب هم المقدمين لأنهم الفئة الأكثر إدراكا للأمور، طلاب الجامعات يعني، وهم دائما طليعة في كل محاولات الشعوب للاستنهاض و يعني الذهاب نحو الحريات والتغيير. المسألة في العراق فيما يتعلق بالتظاهر الحقيقة يعني وصلنا إلى النقطة الحرجة، لا الحكومة ولا الأحزاب الممسكة بالسلطة لديها قدرة على معالجة الأزمات والوصول والخروج من المشكلات القائمة اليوم في العراق ومعالجتها، ولا قوى الثورة والتغيير حتى اللحظة أجمعت على مشروع سياسي متكامل. لا يجوز حصر المعركة برئاسة الوزراء. الأزمة ليست أزمة أفراد أن نستبعد سين ونقدم عمرو، الأزمة يجب انتزاع تغييرات جذرية من النظام السياسي بوجوده وصولا لإزاحته. أستاذ حسين، يعني ربما هذا ما يطالب به الشارع العراقي أيضا، وبالمقابل هنالك ألاعيب سياسية تحاول فرض سياسة الأمر الواقع بفرض رئيس وزراء لم يقبله الشارع حتى الآن وجاء من قبل قوى معروفة. الشارع يرفض النظام السياسي ككل وليس فقط رئيس الوزراء الحالي، ليس كذلك؟ عبير عن لدينا قصور، لا زال لدينا قصور في كيفية التعبير عن رفض النظام السياسي. كيف يكون هذا الرفض إذن؟ الرفض يجب أن تتبلور قوى على الأرض تطرح مشروع سياسي متكامل للبلد، إما أن تضغط بالشارع لإحداث التغيير الجذري والتدريجي عبر فرض تنازلات من السلطة القائمة وصولا لإنهاء نفوذها، أو أننا سنذهب جميعا إلى الصدام. وهناك طريقين للتغيير، الضغط والضغط المتواصل من الجماهير لاستلام البلد، وإما أن تمسك السلطة الفاسدة بمخالبها بالسلطة وتتمسك بها وتذهب إلى المواجهات الشاملة، وهي في الحالتين ستسقط. يعني فقط لكي نكون على نفس الخط، تحدثتم عن أوجه أخرى مؤثرة أكثر لهذا التغيير، ما هي سبل هذا التغيير إذا تحدثنا عن السبل المستعملة والمستخدمة حاليا في الشارع العراقي، عن الاعتصام المدني، عن الإضراب العام، التصعيد الطلابي، انضمام عدد من الفئات الاجتماعية الأخرى كالمحامين والأطباء والمعلمين أيضا، ما هي أوجه التغيير التي تقترحونها ولم تتوفر يعني حاليا؟ هناك نقطتين، يعني هناك فرق بتصعيد الأداء في الشارع وانضمام طبقات وفئات اجتماعية متعددة مختلفة ومناطق مختلفة إلى الانتفاضة، وفرق بين تطوير المطالب. يعني أضرب لك مثل صغير، اليوم إحنا أمام أزمة اقتصادية خانقة في العراق، ما هو مشروعنا الاقتصادي المطروح وكيف نصل له؟ ما هي المعضلات الرئيسية؟ كيف نضغط على النظام الفاسد لنسحب منه أوراق القوة، بمعنى أن نفرض عليه وقف بيع الدولار في المزاد لعدم استنزاف الموارد الصعبة والأموال الصعبة من البلد. يجب أن يلقى هذا القرار وهذا القانون، يجب أن نلقي قانون المظاهرات، بهذه المظاهرات يجب أن نسقط قوانين التراخيص في النفط في موضوعات عديدة، إعادة جدول، إعادة سلم الرواتب وإعادة توزيع الثروة بشكل عام. يعني هناك سلسلة كبيرة من المطالب
ستوسع قاعدة موجودة أستاذ حسين فقط الشعبية. فقط لكي لا نظلم المتظاهرين على الأرض، كان هنالك العديد من الاعتصامات أمام المصافي النفطية في البصرة تحديدا. ربما لو نتحدث أيضا عن هذه الشعارات التي رفعت ورفعها المتظاهرون والطلبة أيضا عن استعادة الوطن الذي اختطفته أحزاب السلطة، لو نتحدث عن وعي الطلاب بهذه الأزمة التي تهدد العراق. أنا لا يعني أنا لا أتحدث عن رفع الشعارات فقط، هناك يجب أن تتشكل لجان اقتصادية ولجان زراعية ولجان في الإعلام في مرحلة انتقالية ربما أستاذ حسين. من الصعب اليوم حتى تبين هوية الثورة يجب أن تطرح مشروعها السياسي. نحن لسنا في بازار للمناكفات. سايق الشيخ علي أحسن لو فلان نريده لو ما نريده في تاع الحكومة. احنا دا نستهلك في قضايا جزئية. الأزمة ليست في شخص رئيس الوزراء، الأزمة في تغيير النهج، في تغيير القوانين، في تغيير سلوك الدولة، في تغيير فلسفة الدولة. نعم. هنا يعني هنا الاحتقان. اليوم نخب الفساد الممسكة بالسلطة مرتاحة تماما، نخلي الجدل ماشي بالشارع وخلي الاعتصامات ماشية والبلد لا زال ينهب والبلد لا زال مستباح والبلد لا زال يباع لأمريكي وغير الأمريكي. نعم، سياسة الدولة التي تحدثتم عليها أيضا أستاذ حسين استخدمت أسلحة الصيد ضد المتظاهرين على غرار كل أنواع الأسلحة التي استخدمتها من قبل من قنابل الغاز المحرمة دوليا والرصاص الحي، كيف يفسر ذلك؟ لا هي لن تتوانى عن استخدام أي شيء للدفاع عن مصالحها. هذه السلطة يعني لديها مكاسب كبرى جنتها في ظل في غفلة من وعي العراقيين وغياب الوعي في الشارع، وبالتالي لن تتنازل عنها بسهولة. جيشت الطائفية لغرض الحفاظ على هذه المكاسب، أدخلت العراقيين في أتون حرب يعني لم تبقي ولم تذر، جيشت الإرهاب، جيشت كل شيء للدفاع عن المصالح، لكن لن تستطيع أن تستمر بهكذا سلوك وهكذا نهج في نهب البلد وتهميش الناس وإفقارهم، لأنه في المحصلة النهائية وصلت هذه السياسات إلى طريق مسدود. إلى متى ستبقى الولايات المتحدة وإيران تدافع عن هذا النظام السياسي الفاسد؟ لازم ينكسر هذا المدخل حتى لا يبقى لا للإيراني قاعد ينطلق منها ولا للأمريكي قاعدة لتقسيم العراق أو استباحة شؤونه السياسية والعسكرية. الكاتب والباحث السياسي حسين العليان كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.